تعثرت المصالحه الفلسطينيه بين حركتي فتح وحماس في الاشهر الاخيره ووصلت لطريق مسدود وعلى الرغم من هذا التعثر تحاول القاهره انعاش ملف المصالحه املا في تحقيق تقدم ينتهي باتفاق ينهي الخلاف بين الفرقاء الفلسطينيين ووفقا لمصادر صحفيه، فإن اللقاءات المصريه المتكرره مع قيادات من حماس وفتح، والتي كان اخرها زياره وفد مصري لقطاع غزه السبت الماضي، وصفت بالمهمه والاستراتيجيه من قبل قيادات في حركه حماس. فيما يقوم وفد من الحركه بزياره القاهره الاسبوع المقبل للمشاركه فيما يسمى بالحوار الاستراتيجي الذي يظهر اهميه المرحله المقبله من وجهه النظر المصريه. وتركز الانظار على نتائج ملموسه تتمخض عن اللقاءات المتكرره والكثيره والتي لاقت انتقادات كبيره بعد فشلها في معظم الاحيان ووفقا للمصادر الصحفيه فانه وبعد لقاء السبت الماضي بين الفريق المصري وحركه حماس تعهدت الاخيره باعطاء فرصه جديده للجهود المصريه لابعد مدى وقد حمل تاكيد المسؤول في حركه حماس سامي ابو زهري ان الموقف المصري متوازن تجاه العلاقات مع القوى الفلسطينيه وهذا التوازن يضمن نجاح الدور المصري في معالجه الملفات الفلسطينيه ان الحركه جاده في مسعاها للتوصل لاتفاق مصالحه مع فتح لكن وبتاكيد المصادر ان حماس رفضت بالكامل ورقه فتح واصرت على رفع العقوبات عن غزه وتشكيل حكومه وحده وطنيه وضمانات لدفع رواتب موظفيها قبل تسليم الجبايه وفتح ملف منظمه التحرير وعدم التطرق مطلقا الى سلاحها مع كل هذا يبقى الوصول لنتائج جديه صعبا في الوقت الراهن خاصه وان حركه فتح قد اصرت على تسليم كامل لقطاع غزه يشمل الامن والمعابر والجبايه الماليه والقضاء وسلطه الاراضي ووضع اتفاق للسلاح وباتت الجهود المصريه لتحقيق المصالحه الفلسطينيه بين فتح وحماس توصف بجهود الفرصه الاخيره قبل ان تصل العلاقات بين الفصيلين الى طريق مسدود جديد طريق ربما لن تكون من السهل العوده منه هذه المره في حال فشل جهود انهاء الانقسام